الرحمن الرحيم. تجربتنا اليوم عن قمع الفصل. قمع الفصل يستخدم عند فصل سائلين لا يمتزجان. عندنا سائل الماء في الأسفل ولدينا الزيت في الأعلى. لاحظ أنه في عندنا طبقة فاصلة، خط فاصل بين الماء والزيت. الآن لو فتحنا القمع الزجاجي، قمع الفصل، سينزل لدينا الماء. نلاحظ نزول مستوى السائلين داخل القمع الزجاجي. الآن تبقى لدينا الزيت فقط. الماء نزل إلى الأسفل وبقي لدينا الزيت، وبهذه الحالة نكون قد فصلنا الزيت عن الماء.